دشن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الجزء الثاني من كتاب التراث العالمي في البلدان العربية. نعم، جاء ذلك بحضور سعادة المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أوزلاي ومعالي الشيخة ميبت محمد الخليفة رئيسة مجلس إدارة المركز ومعالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إضافة إلى تواجد شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى وممثلين عن منظمات عالمية وإعلاميين. صدر الكتاب في جزئه الثاني عبر جهد مشترك ما بين هيئة البحرين للثقافة والأثار والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والمنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم وبدعم من بحرين باي. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة ميبد محمد الخليفة من مقر منظمة اليونسكو الشريك الأهم للبلدان العربية في حفظ وصون التراث العالمي والإنساني لأوطاننا، نطلق النسخة الثانية من هذا الكتاب الذي يوثق لمعالمنا ومواقعنا الثقافية والطبيعية على قائمة التراث العالمي، ونشكر المنظمة للتعاون الكبير في مجال حفظ الإرث الإنساني في العالم. أعربت عن أملها في أن يستكمل الإصدار الثاني من كتاب التراث العالمي في البلدان العربية هدف الجزء الأول منه في الترويج للمواقع التراثية والأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي وتوثيقها في مرجع واحد. في هذا اليوم نحتفل بترشين النسخة الثانية من كتاب مواقع التراث العالمي في البلدان العربية. يعمل مركز الإقليمي للتراث العالمي على إصدار هذه النسخ من الكتب التي ترصد مواقع التراث في العالم العربي كله وتحفز على الاهتمام بها، فهي ثروتنا الوحيدة في أوطاننا. اليوم نحتفل مع اليونسكو بهذا الإصدار الثاني ونتمنى مزيدا من المواقع التي تدرج. في نسخته الأولى كان هناك 66 موقعا، اليوم أصبح 68 موقعا، ونتطلع إلى مواقع أخرى أكثر في بلدان العربية. انتظرنا كثيرا أن يخرج هذا الكتاب إلى النور وأن يرصد هذه المواقع بنفس العدسة المصور ذاته الذي قدم المواقع الأولى، أضاف إليها المواقع الجديدة، وهو عمل يعني استغرق كثير من الوقت. نحن أكثر من سعداء بأن يدشن اليوم وأن يكرس مركز الإقليمي العربي للتراث العالمي كدور رئيسي للمحافظة على هذه المواقع الأثرية والتي كما قلت هي ثروتنا التي نعتز بها. تدشين هذا الكتاب مساء اليوم في اليونسكو يؤكد على ما تليه مملكة البحرين من أهمية التعاون القائم بين البحرين ومنظمة اليونسكو في شتى المجالات ولا سيما في المجالات الثقافية والتعليمية. هذا التدشين بحضور نخبة من الوفود المشاركة على هامش الجمعية العامة لليونسكو يبرهن ما تليه مملكة البحرين من مكانة دولية مرموقة، خاصة بما يتعلق بحماية التراث على المستوى الدولي. ما أجمل أن ننتهي لجنة الثقافة بعد أسبوع حافل بالنقاشات على ختام أن تدشين النسخة الثانية من كتاب المواقع التاريخية العربية اللي هي راح تكون جزء من التوثيق للأجيال القادمة، وكذلك يعني بما أنه هو في ثلاث لغات عربي إنجليزي فرنسي، كذلك أن تكون هي جزء من العالم بأجمله يعرف المواقع العربية